المدعو ياسر الحبيب. خلنا الحين أنا وياك مبارك مع الناس نشوف تكملة للقاء. تجاوزت المألوف وأردت أن أضع النقاط على الحروف. ربما تجاوزت الخطوط الحمر. فليكن، هذه الخطوط الحمر إن كانت خطوطا شرعية فبها ونعمة، أما إن لم تكن فليست مهمة وليست ذات قيمة. على أنني سبق وقلت وأكرر أنني حسب نصوص القانون فإنني لم أرتكب جرما، يعني لم أتعد خطا أحمر قانونيا إنجاز التعبير. لماذا؟ لأن نصوص القانون لا تمسني بشيء. نصوص القانون وهو قانون المطبوعات والنشر تمنع التعرض لما يسمى بين قوسين الصحابة إذا كان ذلك نشرا، واسمه قانون المطبوعات والنشر، يعني وسيلة نشر سواء كانت مكتوبة أو سمعية أو بصرية. أنا لم أفعل هذا، بل بالعكس، الذي نشر وطبع ووزع وسجل هذه المحاضرات ووزعها في الأجواء إنما كان جمعية أحياء التراث الإسلامي. كان الهدف من هذه الحملة المستعرة في وسائل الإعلام وفي منابر الجمعة والجماعة في المساجد وفي الصالونات السياسية في البلد والدواوين وما أشبه، كان الهدف منها هو إسكاتي ومنعي من مواصلة إلقائي للمحاضرات الأسبوعية التي كانت تعقد في ديوان خدام المهدي عليه السلام، والتي كنت قد بدأت بها منذ أكثر من عام على حادثة اعتقال. كنت أشعر بأن القضية في اتجاه التأزيم والتعقيد أكثر فأكثر، وهذا ما حصل بالفعل، فقد تطورت القضية بفعل التحريض والإصرار المناوئ، تحولت من جنحة إلى جناية ثم إلى قضية أم دولة.